ألف سردة وسردة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. لن تحصل إلا على تراب. بالصدفة كنا هناك، كل جاء له جد منذ زمان، كانت قبلة الهاربين من الموت، كانت ملتقى الحيوات. بالصدفة صرنا أولاد أرض واحدة، ربما هي ليست أرض واحدة، ربما أراضي، وأنا محتار مين أراضي، أراضي اللي مزعلني ولا أراضي اللي أنا مزعله. بلد حردان وشعب حردان، وتعال إلى حيث السبب. مدد مدد. الأسباب البعيدة يا أبو شريك أم الأسباب القريبة؟ كل واحد يا طرزان، فالحبل اللي بتاخدك لآخر الغابة واحد مع الحبل اللي بتستناك. نحن وطن من لا وطن له، قصدي إنه وطني وطن الغرباء. دمشق يا أم الفقراء، يا وطن الغرباء. شام يا شام يا مركب الأحزان، لا حجة لأحد فيك سواك، وسواك يحكم باسمك الرنان، بابتسامتك الهادئة الصبورة على مر الأزمان، صابرة على الحكام، صابرة أيضا على الثوار. ليس لك قلب كي تعطيه لشاب يتمرد، وليس لك عقل كي توزعيه على الهياج العام. سرك في نايك الصغير، في طرشك المبين، في الصبر الذي لا يطيقه من ثار، ويحتار الثائر في أمرك يحتار، هل يثور عليك أم يثور على حكامك بالحرام. ضاعت الطاسة في أروقة الحمام، وضاع شكل الوطن بتمامه والكمال على باب مقهى الكمال. كيف يمكن للإنسان أن يعيش كيفما كان وكأن شيئا ما كان؟ تلك أسرار الشام، تلك مدرسة القدماء في وجه الغزاة الجدد. ضاع الأوروبيون في زحام الأمريكان، وتمادى العرب في الركوع للأمريكان نكاية بالأوروبيين الكفار، وخرجت الناس إلى الشوارع بحثا عن الناس. وضاع العقال يا ولدي في كباريه بأمستردام، وضاع الكلسون الشرعي في شقة بلندن، وضاع في البحر المتوسط الغلام. يا غلام اغرق أو مت برصاصة طائشة يا غلام. أمر مولاي القدر، ما خيرني بل وإنه جبر، فقلنا له ما الذي أطعمنا المر، وقلنا الأمر، وقد فزنا بجائزة الأمر. لحمنا مر لهذا العام، على الأقل لهذا العام وما قبله بعدة أعوام. نهني بعضنا البعض بالأعياد، نتبادل في نهاية العام التحيات، ولا نعترف بالانتصار ولا ندرك حجم الهزيمة. نعيش في مدينة عمرها آلاف الأعوام، نهرب من مدينة عمرها آلاف الأعوام، ونشتاق إلى مدينة عمرها آلاف الأعوام. نبكي على الفراق ونرسم صورتنا في الشتات، لقد خلقنا للشتات. جمعتنا الشام ذات يوم، وذات يوم فرقتنا الشام. قل بل فرقنا النظام. أي نظام؟ في الشام لا نظام يعلو على الشام، هؤلاء مجرد عسكر حراس على التراب، لن يمضوا عن الشام إلا إلى التراب. فقدروا طغاة سوريا أن يدفنوا فيها، وقدروا أهل الشام أن يراقبوا الأحداث. ثورة يا أبا الشباب، عادي أبو شريك، أحداث أحداث. لا ثورة على الشام، إنما الثورة على النظام الذي يحكم ويتحكم بالشام. ففي الشام دولة الدنيا، وفي الشام جنة الثوار. سوريا أم الفقراء، سوريا وطن الغرباء، سوريا بومة تنظر إلى المشهد وهي لا تعرف أنه خراب، لكنها تعرف أن الثورة بعد نصرها لن تحصل إلا على تراب. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.